السلام عليكم عشاق وعاشق الدرجات النارية. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أسرع 5 درجات نارية في العالم. دوغاتي باينجيلي فيكات إس. استطاعت هذه الدرجة أن تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، لتعتبر بذلك 5 أسرع درجات في العالم. كوازاكي ZX14. استطاعت هذه الدراجة الوصول إلى سرعة أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، لتعتبر بذلك 4 أسرع دراجات نارية بالعالم. دراجة BMW S1000 RR. استطاعت هذه الدراجة النارية بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 310 كم في الساعة، لتعتبر بذلك 3 أسرع دراجات بالعالم. دراجة سيزوكي هايبوزا. استطاعت هذه الدراجة الخارقة أن تصل إلى سرعة أكثر من 320 كم في الساعة، لتعتبر بذلك ثاني أسرع دراجة نارية بالعالم. كوازاكي H2R. الرقم القياسي العالمي 400 كم في الساعة في 26 ثانية،